تعالوا بسرعه نطير لكريم احمد من فندق الاقامه عشان يطمنا على اخبار النادي الاهلي. كريم احمد الزميل العزيز، اهلا بيك. شكرا ليك يا كابتن ميدو، برحب بيك في البدايه وبكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان. تحدي جديد وجوله جديده من مباراه الدوري العام، الاهلي وطلائع الجيش على استاد السلام في الساعه 7 مساء، احد المباريات المؤجله من اسبوع الرابع عشر. ان شاء الله باذن الله كالعاده كل التوفيق للنادي الاهلي. تحديات كبيره وفتره هامه وصعبه جدا على فريق النادي الاهلي، لكن بناكد في كل رسائلنا وبناكد في كل لقاءاتنا على استقاله لعيبه النادي الاهلي، لابد يمكن بشكل كبير جدا شخصيه النادي الاهلي تعود من جديد، الاصرار والعزيمه وروح الفانيلا الحمراء كالعاده ان شاء الله تكون في كل لاعب يرتدي قميص النادي الاهلي سواء في هذه المباراه او في المباريات القادمه، لان بنأكد على هذه المرحله الصعبه جدا اللي مليئه بالتحديات من اصابات وغيابات، ظروف محيطه كثيره جدا حول فريق النادي الاهلي والجهاز الفني، لكن في شغل كبير بيبذل الجهاز الفني بقياده الكابتن محمد يوسف بجانب الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره، جلسات ومحاضرات مستمره للاعبين، تجديد الدوافع بشكل كبير جدا خلال الفتره الماضيه. ان شاء الله النهارده النادي الاهلي يستمر في حصد النقاط للحفاظ على بطوله تلقي الدوري العام. تم اختيار كالعاده يمكن 20 لاعب في قائمه النادي الاهلي الخاصه بمباراه الاهلي وطلائع الجيش، على راسهم شريف اكرامي وعلي لطفي، سعد سمير، احمد علاء، محمد هاني، ايمن اشرف، عمرو السليه، هشام محمد، مؤمن زكريا، وليد سليمان، ناصر ماهر، احمد حمودي، باسم علي، احمد الشيخ، كريم ندبد، واحمد حمدي، واحمد ياسر ريان، اسلام محارب، محمد شريف، ومروان محسن. بجانب عدد كبير بيغيب كالعاده عن فريق النادي الاهلي سواء من الاصابات او ايضا كمان لسه في لعيبه يمكن في فتره التاهيل او في المرحله النهائيه ان شاء الله من التاهيل يدخلوا سريعا للاجواء، يمكن بعض اللعيبه خلاص يمكن اسبوع او 10 ايام ان شاء الله يفصلون باذن الله خلال الفتره القادمه مع فريق النادي الاهلي. كل اللعيبه ان شاء الله تكون جاهزه، اللعيبه يمكن باذن الله تكون المؤهله تعود وما يبقاش في اصابات، ما يبقاش في غيابات، لان المرحله القادمه ان شاء الله كل اللعيبه محتاجين لها خلال المباريات القادمه. عندنا لسه كمان البطوله الافريقيه ستنطلق في اولى مبارياتها، فباذن الله ان شاء الله كل اللعيبه اللي مصابه، اللعيبه العائدة من التأهيل بإذن الله إن شاء الله تكون شفيت تماما بإذن الله، لأن مش هتستحملها بلغة الكرة زي ما بنأكد يا كابتن ميدو، ويكون في إصابات أكتر من كده. كل مباراة بنفقد لاعب واثنين، حسام عاشور يمكن فاقدينه، أحمد فتحي لسه ما رجعش، لكن لو بكلمك كمان على الغيابات النهاردة وأيضا الإصابات، يمكن صبري الرحيل وأكرم توفيق وميدو جابر وسليف كولبالي للرؤية الفنية الخاصة بالجهاز الفني، بجانب الإصابات على رأسهم وليد أزارو، شناوي، حسام عاشور، أحمد فتحي، صلاح محسن، علي معلول، ومحمد نجيب. لكن لو بخص وليد أزارو طبعا يمكن نتذكر الاخير الاتحاد الافريقي اللي طال وليد يمكن ازاره بمباراتين، المباراه الاولى كانت في نهائي ابطال افريقيا في النسخه الماضيه الاهلي والترجي التونسي، وستكون اكيد بالتاكيد هي المباراه الاولى مباراه بطل اثيوبيا. طبعا يمكن مروان محسن واحد من نجوم منتخبنا الوطني والنادي ليه دور كبير في التشكيل الاساسي لفريق النادي الاهلي، يمكن رؤيه فنيه مميزه جدا. وليد يمكن عنده بعض الاجهاد في العضله الخلفيه او في القدم بشكل عام، لكن اعتقد فكر مميز جدا من الكابتن محمد يوسف والكابتن سيد عبد الحفيظ للدفع به مروان محسن لاستغلاله في المباراة الأولى وهي مباراة البطولة الأفريقية. إن شاء الله تكون انطلاقة قوية، انطلاقة جيدة، النادي الأهلي أكيد دوافع جديدة مختلفة، روح وإصرار وعزيمة كبيرة جدا إن شاء الله في هذه النسخة الجديدة اللي بإذن الله إن شاء الله يستمر النادي الأهلي فيها ليصل إلى المباراة النهائية، ومنها إن شاء الله للحصول على هذه البطولة الغالية جدا على جمهور النادي الأهلي. كالعادة طبعا كابتن ميدو متواجدين في فندق الإقامة الخاص بفريق النادي الأهلي قريب جدا طبعا من استاد السلام اللي هيستقبل مباراة اليوم، فطار صباحا يمكن بعديها على طول مباشرة في الساعة 2:30 غداء فريق النادي الأهلي، محاضرة فنية أخيرة في فندق الإقامة. يمكن في اللحظات اللي أنا بكلمك فيها دي بالفعل فريق النادي الأهلي فيها المحاضرة الفنية اللي هيضع فيها الكابتن محمد يوسف والكابتن سيد عبد الحفيظ الأمور الخاصة بالفنيات، التشكيل، كمان كان في محاضرات فيديو خلال الفترة الماضية، وأيضا كمان نقاط القوة والضعف لفريق طلائع الجيش. لديه مدير فني جديد بلجيكي يمكن طبعا بيدي دوافع كبيره للاعبين. مباراه النادي الاهلي مختلفه بشكل كبير جدا عن كل المباريات، اي فريق بيقابل النادي الاهلي بتكون مباراه بطوله بالنسبه له بغض النظر عن الترتيب، عن الامور، عن كل النقاط او اي حاجه طبعا تخص الفنيات، غيابات او غيره، لكن مباراه النادي الاهلي امام اي فريق بناكد انها بتكون مباراه بطوله. بنشوف لاعبين يمكن ما بتاديش بشكل كبير في الفرق المنافسه، مباراه الاهلي بنشوف اختلاف وروح وعزيمه كبيره جدا فريق طلائع الجيش او فريق بتروجيت او اي الفرق اللي بيقابلها النادي الاهلي. ان شاء الله باذن الله النهارده يكون كابتن محمد يوسف موفق في اختيار التشكيل اللي هيخوض المباراه، لعبتنا كمان النهارده باذن الله تكون موفقين في اكثر من عنصر بيدخل للقائمه الخاصه بفريق النادي الاهلي بجانب الغيابات، لكن ان شاء الله باذن الله ثقتنا الكبيره في كل اللاعبين في الجهاز الفني تنعكس عليهم النهارده بشكل كبير بجانب جمهور النادي الاهلي. كابتن ميدو اللي بناكد عليه حصلت ازمه بسيطه في المباراه الماضيه بعدم دخول جمهور النادي الاهلي، كنا بنطمع طبعا يكون في عدد كبير
كالعاده مباراه النادي الاهلي بيكون فيها 3000 مشجع لفريق النادي الاهلي و500 للفريق الضيف. النهارده هي مباراه النادي الاهلي، بنتمنى 3000 مشجع بالفعل يكونوا متواجدين في مدرجات استاد السلام ليستقبل مباراه النادي الاهلي وطلائع الجيش. مستمرين معاك كالعاده كابتن ميدو مع كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان على شاشه قناه النادي الاهلي وملعب الاهلي لكواليس مباراه الاهلي وطلائع الجيش. عوده ليك يا كابتن ميدو.